اسس بوت شركه اماراتيه لها 15 سنه عم تعمل بوت للعسكر وللمدنيين موجوده بجبل علي الصناعيه، وهي جزء من شركه سوليكو اللي كمان لها بالامارات من 1966. الزوارب بلشنا فيهم من 15 سنه، بس الشركه بالفايبر جلاس من 1966. المعرض ناجح السنه، ونحن كل سنه بنشارك فيه لان هذا المعرض تبع الامارات يعتبر اهم معرض للبوتس، ونحن شركه اماراتيه بقى لازم انه نشارك فيه. بقى من اول سنه بدينا البوتس شاركنا فيها، وكل سنه بنكون موجودين. هلا نحن تحديدا عم نعمل وورلد بريمير للانفيبيوس كرافت، اللي هو بوت بيركب عليه دوليب حتى يقدروا يطلعوا على الشاط على الرمل او على الصخور بالبوت وينزلوا الاولاد او الختياريه من البوت. وغيرنا كمان عارض، يعني كل واحد عنده شيء جديد يفرجيه بجيبه على المعرض هذا. بالعاده على مستوى الخليج كتير مهم، والزوار اللي بيجوا كلهم بيجوا لحتى يشوفوا شو في شيء جديد ولا يشتروا كمان. بقى ايه مهم كتير لنا. ولا هو من الثلاثة للتسعة بالليل مناسب لأنه شوي شوب بالنهار، بقى منا عاطلة أنها تكون بعد الظهر وبالليل. وإن شاء الله يسيبنا طقس حلو ما تشت الدنيا، لأنه كل مرة كل سنة بيجينا شتوي نهار من الأيامات. بقى إن شاء الله يكون عندنا أربعة أيامات حلوين.